بيني دو ماشين ام المطبخ. اليوم البنات ان شاء الله برك في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم حبيت نطيب معكم المرقاس، دونك جو ميكسكوز برك ندير نطيبو وميم طون نقدم لكم المقادير، ما عنديش بزاف تاع الوقت. دونك ديريكتومون حطيت الطاوة تاعي فوق النار ونديرو المرقاس نتاعنا. دونك فوالا نحطو المرقاس. قلت لكم انا كي نطيب المرقاس ما ندير حتى حاجه، ديري لا كونتيتي اللي حبيتي، تو ديبون افراد العائله نتاعك. فوالا ومام طون هناك راني نقليت حبه تاع بطاطا اللي تحب دير لها البطاطا اللي تحب، ولا ما تحبش ما ديرهاش، مي بريفيرونس نديرو اليوم المرقاس بالبيض. هنايا عندي 6 حبات تاع المرقاس. دوجور كي طيبي المرقاس ديري عليه لقطه، ما نديرو والو، يطيب بالزيت نتاعو لو طون نقشر البصل نتاعي مع لا طوماط ونكملو لا سويت. دونك فوالا بعد ما طيبت المرقاس نتاعي، دوجور قلت لكم كي طيبو المرقاس ديرولو هكا هذيك ان كوتو باش تنحيو كاع القرا اللي راه في الداخل. دونك القرا هذاك ماشي مليح، دونك شوفو اشحال خرج منه. دونك دوكا نحي المرقاز هذا بعد ما طيبته. فوالا دوكا نجيب البصل نتاعي نديرو هنايا. سي بور سا درت المرقاز هذاك من الاول باش ما نزيدوش الزيت، سي با بيان نديرو بزاف تاع الزيت. دونك فوالا كيف كيف نطيب البصل هذا ومن بعد نوريكم واش تزيدوا له. دونك فوالا بعد ما قليت بيان البصل نتاعي دبل، دوكا نربي عليه زوج فصيصات تاع الثوم خاطر سينو لو كان درتو لا بروميير فوا لو كان احرق لي. دونك لازم البصل هذا يطيب مليح باش نزيدو المقادير الاخرى. ولا شفتو ما درتش بزاف تاع لي زيبيس اكسيتيرا خاطر المرقاس فيه كلش، ما تحقيش ديري بزاف تاع لي زيبيس. دوكا نجي ندير عليه هكذا مغرف تاع طوماط كونسونطري كيف كيف هي تاني تحب مليح القليان. ندير حبة تاع طوماطيش كبيرة ولا عندك زوج صغار كيف كيف نخليك كلش هنايا. طوماطيش تحب مليح تقليها، نقلي بيا المقادير هادو. دوكا نبدا نملحو، يا اخي مازال ما ملحناش، ندير شويه برك باسكو المرقاز فيه الملح. مازال ما درناش فلفل عكري، ندير برك شويه خاطر درت طوماطيش هكذا نص مغرفه. فوالا ندير عليه لو بوافر هاوليك. هذاك بيان سور مليح المقادير هادو، نجي نمرقلو بالكاس تاع الماء هاوليك. فوالا ونخلي دوكا المقادير هادو يطيبو ونوريكم واش نزيدو له ومن بعد لاصوص هادي. دونك فوالا بعد ما تختار لك لاصوص نتاعك هاوليك كيفاش تجي. انا يا قليت حبه تاع بطاطا توت فاصون لي يحب، انا حبيت نديرو بالبطاطا. دونك قليت حبه تاع بطاطا ونحطها هنايا، بيان سور تنحي لها الزيت نتاعها. دونك نسكنها في لاصوص هذه. فوالا نتسد فيها هكذا، ندير عليه شويه تاع المعدنوس هكذا
الفوق، نجيب المرقاز نتاعي كيف كيف ونحطو فوق البطاطا هذه. دونك تفوالا، نجيب لابيلس نتاعي. دونك فوالا، تسد في المرقاز نتاعك هكذا. دونك فوالا، دوكا نبداو ناخدو البيض نتاعنا. دونك فوالا، نقصي النار هنايا وتاخدي البيض نتاعك وحده وحده، تو ديبو افراد العائله نتاعك. دونك انا نكسرها 5 حبات تاع البيض وتنقصي لها قلت لكم النار وتحطيها هنا في لي كوتي هذاك تاع المركز باش تجي شابه. فوالا، حاجه سهله والريزلتا فريمون مليح. فوالا، نكمل الزوج اللي بقاو لي. فوالا باردون، ونوريكم النتيجه. دونك تزيدي ديري عليه شويه برك هكذا تاع الملح باش فوق البيض هذا، نزيد له شويه تاع هكذا الحشيش الفوق هكذا برك باش يجي شباب، ونرجع له اللقطه هكذا، نقص له النار وكتيب نوريها لكم. دونك فوالا، هاوليك البلا تاعي تاع المركز طاب تخي تخي بيان. شوفوا لو ريزولتا، سورتو البيض هذا كيفاش جا او ميليو، حاجه سهله ماشي كومبليكي، طاب مليح في الداخل. ولا حبيتي تخلي البيض هذاك ما يطيبش مليح خليه. دونك ان شاء الله برك فهمتوا بيان لا فيديو هذه سهله دقيقه، نديرها اون فوتو باش نديرها في الانستغرام نتاعي. دونك فوالا دقيقه برك. حبيتو نسقيكم شويه جوست باش تشوفوا. بسم الله، فوالا كيفاش جا في الداخل. تاخدي هكذا البيضه نتاعك وتجيبي هكذاك شويه تاع البطاطا، هاوليك وتاكليه اون صوص، جات تري تري بيان. البطاطا هذيك شربت كاع لاصوص هذيك. دونك فوالا كيفاش جا في الداخل. بسم الله، ندوقو قدامكم واش نقولكم، جا تري تري بيان وحاجه سهله ماشي كومبليكي، تبعوا برك المراحل وجالك ان بلا كومبلي. دونك ما علي نقول لكم الا على بروشان فيديو، ابونيو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد. ما علي نقول لكم الا على بروشان فيديو. ميرسي، انفوار.